السلام عليكم أيها الإخوان، ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم سأريكم ثلاث مودات تجعل ماينكرافت واقعية. يعني لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات، وعلى بركة الله لنبدأ. المود الأول هو وقوع الأشياء على الأرض، تكون 3D يعني كما ترون. سأخذ درعا وسيفا كما ترون، انظروا كيف هو واقعي جدا كما ترون. حتى السيف يمكنه فعل ذلك كما ترون، يمكنني التحرك كذلك، وكذلك السيف. يعني إذا تريد أخذه اضغط عليه مرة واحدة كما ترون. ولننتقل إلى المود الثاني. المود الثاني هو يجعل أربع موبات يعني حيوانات واقعية جدا يعني كما ترون. الخنزير والعنكبوت والدجاجة والبقرة كما ترون، إنها واقعية جدا كما ترون. ولننتقل إلى المود الثالث. المود الثالث هو مود الإيمينيشن، يعني يجعل حركات السيف والبيكاكس والأكس وحتى الطيران، تأثر الطيران على الشخصية كما ترون. هذا المود هو أفضل مود إيمينيشن يعني في تطبيق أدونس كما ترون، وهو أفضل تطبيق.